إذا مشاهدينا رجعنا لكم في الفقرة التفاعلية اللي دائما نحاولوا نحن نكون أقرب ليكم، وأيضا نحاولوا نحن نتكلموا على المواضيع اللي فعلا يعني تسبب في أرق للمواطنين الليبيين. ومن ضمن المواضيع اللي طبعا هي عدة مواضيع ولكن من ضمنهم وهي أزمة الكتب المدرسية. فبمجرد ما تبدأ المدرسة أول شيء يعانوا منه الطلاب وأولياء أيضا يعني أهالي الطلاب وأولياء الأمور هي أزمة الكتب المدرسية، إن أطفالهم عندهمش كتب مدرسية، خاصة لو نتكلم على الموضوع هذا خاصة أهل الجنوب يعانوا من نقص كبير جدا في الكتب. اليوم حنتكلموا على الموضوع، يا ريت للناس اللي حابين يتواصلوا معنا وايضا يقولوا لنا تعليقاتهم، ايضا الطلبه او حتى المدرسات او حتى اولياء الامور اللي يعانوا من موضوع نقص الكتب المدرسيه، يا ريتنا هم يتواصلوا معنا ويقولوا لنا شنو ابرز الكتب اللي هم يعانوا من نقصها. وايضا لو عندكم ايضا استفسارات يا ريتنا انتم تقولوهم لنا من خلال تعليقاتكم على اللايف اللي احنا حاليا طالعين فيه. احنا دلنا استطلاع راي للطلبه وايضا المدرسين، شو رايكم نشوفوا استطلاع الراي واللي نرجع معكم. نعانوا من نقص كتب مثل كتب الرياضيات، كتب الحاسوب، ونعانوا من نقص معلمين. في عندنا نقص في الكتب في مادة التربية الإسلامية وتقنية المعلومات، ونتمنى أن يوفروه لنا في أسرع وقت. عندنا مشكلة تواجه فينا في نقص الكتب، نبوا يوفروها لنا علشان ما تأثرش علينا في نهاية العام. طبعا يوجد نقص في الكتب الدراسية، هو الأحياء ويعني ماشيين بالكتب متاع السنوات الماضية. نتمنى من وزارة التعليم توفير الكتاب المدرسي لاستدراك الوقت، لأن تأخر الكتاب المدرسي يعود علينا سلبا وعلى الطالب. الكتب الدراسية لم تصل، وهذه مشكلة يعاني منها المدرس، اللي هي بتكلف المدرس في كتابة على الصبورة في عدم وجود الأقلام الصبورات. فيا ريت ان نعجل بوجود الكتاب المدرسي. بدل كراسه عنده كراستين، وبدل كراسه مدرسه كراسه واجب، يضطر المعلم يكتب على السبوره والطالب ينقل في الكراسه لكي توصل المعلومه الى الطالب، وهذه طريقه بدائيه وطريقه صعبه للمدرس وللتلميذ. إذا مشاهدينا شفنا المشاكل اللي يعاني منها الطالب وأيضا المدرس. صح، برنامج الصبح هو برنامج في نهاية صباحي، دائما نحاول نحن نوصله كل شيء إيجابي، ولكن في مواضيع من الضروري ما نتكلم عليها لعل وعسى أي حد من المسؤولين أو ذوي الاختصاص يشوفوا معاناة هادو الناس ويعني يحاول إن هم يوفروا لهم الكتب، خاصة لو نتكلم عن الكتب زي الأحياء زي الكيمياء زي الكتب الأساسية اللي ممكن تحدد أصلا تخصصاتهم مستقبلا. ما نتكلموش عليه مثلا، هو كل المواد مهمة ولكن في مواد ما يقدرش الطالب يستوعبها إلا بكتاب، وفي المدارس الأخرى وفي البلدان الأخرى مش حتى كتاب واحد، يكون في زوز كتب، كتاب للتمارين أو لأيضا المعادلات وكيف يحلها، وكتاب هو يقرأ فيه داخل الفصل أو داخل المدرسة. ولكن للأسف أيضا المشكلة هذه مش بس بتخلي الطالب إنه هو ما يعني تحصيله العلمي يتأخر، أيضا المدرس اللي أكيد بيحس بأرق لما زي المدرسة الفاضلة في آخر الاستطلاع قالت إن أنا نضطر إن أنا نكتب ويعاود علي الطالب، وبدل الكراسة تكون عندي كراستين وثلاثة. يعني هي كيف بيكون عندها إمكانية إن هي تعطي، كيف بيكون عندها طاقة إن هي تعطي في ظل إن الصبورة يا ريت حتى صبورة يعني متطورة، تلقاها صبورة بدائية جدا. وإحنا استعرضنا في برنامج الصبح معاناة المدارس في ليبيا من نقص الأدوات المدرسية اللي المفروض تكون بديهية، يعني المفروض تكون أدوات متوفرة والمفروض إن آخر شيء يتكلم عليها الطالب الليبي الأدوات هذه، ولكن للأسف إحنا نعانوا من نقص ونعانوا من قلة ضمير نوعا ما. خلينا نقرأ تعليقاتكم اللي طبعا أكيد يسعدني دائما، من صباح الفل عليكم، من عثمان ضو صباح الورد، من وسام صباحكم ورد وهل بحاجات حلوة زي الورد، من الجارح يسعد الله صباحك أميمة وصباح كل الليبيين، أيضا من إيناس يسعد صباحكم أروع قناة، من هدى صباح الورد أميمة، السنوات الفائتة صح فيها نقص لكن السنة هذه الحمد لله في ترهونة الكتب متوفرة، فالحمد لله هذا خبر جميل
يا هدى. من أحمد صباح الوردي أو ميمة، بالنسبة لأزمة الكتب المدرسية يا ريت لو كانت بس هي المشكلة في الجنوب، وللأسف مرة تانية أني أنا التعليق يوصل فيها ناقص، فيا ريت أن أنت تقول لنا التعليق اللي بعده. من أيضا أزل أزل من أصيل، المفروض الاجتماع يكون في ليبيا. من الزعيم صباح البنفسج، أيضا من إيناس المبروك، إحنا الكتب عندنا نعانوا من نقص شديد فيها، أنا مدرسة فعليا معاش بها قادرة نعطي، لأن أنا مش عارفة أن نوصل الطالب المعلومة وهو ما فيش في إيده كتاب. من أشرف عمار صباح الخير ويومكم مبارك. كان في سؤال على السوشيال ميديا أيضا، خليني أنا على بما طبعا ترجعوا تقروا تبعتونا تعليقاتكم، خلينا نقروا السؤال اللي حاليا أنا قاعدة ندور فيه. طيب أوكي، في أزمة كبيرة جدا للأسف، أزمة ما نقدروش نحن ننكروها، ولكن في نفس الوقت يسعدنا لما نلقوا في جانب مضيء أو جانب إيجابي زي هدى اللي قالتنا الكتب وصلوا. طيب للناس اللي عندهم أبنائهم يقروا، شنو أكتر الكتب اللي ناقصتكم؟ على باب ما إحنا نعرفوا شنو أكتر الكتب، وأيضا تزيدوا تبعتونا تعليقاتكم حول موضوع الكتب المدرسية تحديدا، شو رايكم نشوفوا خبر زي الخبر اللي قالتهولنا هدى، أن ترهونة أصبحت الكتب متوفرة نوعا ما. أيضا في باطن الجبل في الحمد لله أن في دفعة كتب جديدة جت للمدارس. خلينا نشوف الخبر ولينا رجع معكم. بعض المدارس الخاصة عندها كانت عجز في الكتب، لأن لما جبنا احنا وزعنا أصلا الكتب اللي جابوها لنا المرة الأولى ناقصة في الكمية، حتى الكمية اللي جابوها لنا، لكن اليوم الحمد لله توفرت، وبإذن الله جاري العمل على تجهيز الكتب للمدارس الخاصة شبه جاهزة، وبيجوا اليوم أصحاب المدارس الخاصة بيستلموها، وبإذن الله غدوة حتى هم توصلهم الكتب طلبتنا في المدارس الخاصة، وبإذن الله ما عادش ينقصهم أي كتاب إلا زي ما أشرنا فيما سبق، العجز اللي قعد عندنا ممكن كتاب اثنين في كل سنة بس. هذه الكتب تمثل الدفعة الأكبر في الكتب التي وصلتنا، وبهذا فإن الكتب تعتبر شبه تامة. الكتب التي وصلت لمخازن باطن الجبل تغطي المخازن بالكامل، ونطمن أولياء الأمور أو أهالينا بأن الكتاب بإذن الله غدا يتوفر عند الطلبة. إذا مشاهدينا أخبار جيدة ممكن ما تكونش مفرحة هلبة، لأن من المفترض أن المواطن الليبي ما يكونش همه الكتب المدرسية والطالب الليبي، ولكن الحمد لله في كل الظروف. أكيد بعد فترة نتمنى أن المشاكل هذه تتحول، ونشوفوا الطالب يقرأ في مدارس مهيئة للدراسة، يقرأ في مدارس تكون على مستوى الدولة الغنية اللي هو منها. أكيد هذا اللي احنا نتمنوه، خاصة الطالب الليبي اللي فعلا من زمان وهو يعاني من أيام التخصصية ومن بعد التخصصية، ويعني مسيرة الطالب الليبي في المعاناة أنه هو باش يقرأ وباش يجتهد مسيرة طويلة جدا. من محمد ضو صباح الخير، هو ليبيا ناقصها ناس وطنية قلبها على البلاد مش غير كتب فقط. أكيد دائما ليبيا فيها ناس طيبة وناس كويسة، حتى في عز الأزمات نشوفوا في حملات، نشوفوا في شباب يحاولوا أن هم يدعموا بلادهم، نشوفوا في شباب يحاولوا أن هم يبنوا، نشوفوا في أمهات يحاولوا أن هم ما يوصلوش كل الأشياء السلبية لأطفالهم باش يطلعوا جيل مستقبل، جيل ممكن يقدر أن هو يغير في ليبيا ويبني في ليبيا، ونشوفوا ليبيا منتشر فيها الخير بدل الشر. مشاهدينا قبل ما نطلع بيكم فاصل حنمشوا لي طبعا يعني حنسلم بالفاصل. طبعا دائما النساء البيوت يعانوا من تنظيف الستائر خاصة لو كانت عالية جدا، هذا اللي احنا حنشوفوه في هذه مجموعة النصائح لتنظيف الستائر، وبعدها حنرجع بيكم من بعد الفاصل.